مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مشاهدو ومشاهدات قناة الميت، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج القرآني الرمضاني فبهداه مقتده، الذي نتدارس فيه بعض آيات الله جل وعلا التي تتعلق بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسوف نتدارس بإذن الله في هذه الحلقة الآيات التي تتعلق بتكليم موسى لربه جل وعلا من خلال ما ورد في سورة طه. هذه السورة الكريمة التي هي سورة الإسعاد لأهل الإيمان، وبيان أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا القرآن ليشقى الناس، قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذه السورة سورة فرح واطمئنان وإسعاد للبشرية ولرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص ولأتباعه عليه الصلاة والسلام. في هذه الحلقة سوف نتدارس الآيات التي وردت في هذه السورة تتعلق بقصة موسى في أول هذه السورة. وقبل أن نبدأ نذكركم كالعادة بأننا نستقبل مشاركاتكم عبر تويتر، عبر هاشتاغ البرنامج فبهداه مقتده، نسعد بمشاركاتكم وأسئلتكم وتدارساتكم، ونرحب كذلك بالأخوين الكريمين الشيخ علي بن محمد الشهري وكذلك الشيخ عمران بن جمال بخش اللذين يشاركاننا في المدارسة هنا. قبل أن نبدأ في المدارسة ونبه على مسألة تتعلق بالمدارسة والتأمل في الآيات لعلها تفيدنا جميعا، وهي أيها الإخوة والأخوات، من المناسب عندما يريد أحدنا أن يتدبر آية وأن يتأمل آية ويدرب نفسه على الاستنباط والتأمل والتفكر في القرآن الكريم الذي هو عبادة عظيمة تغذي العقل وتغذي الروح كذلك، هناك طريقة ذكرها بعض أهل العلم، وهي عندما نتأمل الآية حاول أن تتأمل الآية ابتداء، بمعنى قبل أن تقرأ كلام المفسرين وما قاله العلماء حول هذه الآية، جميل، تأملها أنت وحدك، جميل، وانظر فيها بنفسك حتى تحاول أن تدرب نفسك على استخراج ما فيها من الهدايات والفوائد. لماذا؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا قرأ آية ثم قرأ كلام أهل العلم حولها خلاص، يعني كأنه تقيد بما قالوا، جميل، ولم يعد له مجال للنظر، لأنه يظن بأن هؤلاء العلماء لم يتركوا له مجالا فيقف، بينما لو تأملها هو ابتداء سواء فيما يتعلق بالمعنى، جميل، أو باستنباط الفوائد، فإنه إذا تفكر قد يأتي بشيء فيه إضافة، أو قد يأتي بشيء لم يذكره أحد. وباب القرآن مفتوح وكنوزه متاحة لكل أحد، المهم هو الصدق في الإقبال والتأمل والنظر الطويل. طبعا هذا حتى لا يقول قائل أنت تريد أن نقول على الله بلا علم أو أن نتجرى على كلام الله، نقول لا، هذا في مجال التدرب على تثوير القرآن، لأن من أراد علم الأولين والآخرين كما جاء عن ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. تثوير القرآن، النظر في آياته، تأمل الآيات، التفكر فيها، فمن باب التدرب على هذا عود نفسك على هذه القضية، ثم لا تتجرأ في طرح ما تصل إليه أو ما تتوصل إليه حتى تعرضه على أهل العلم، سواء من خلال الكتب أو من خلال السؤال، وهذه طريقة نافعة جدا. حتى في أي مسألة علمية تريد أن تبدأ فيها أو أن يكون لك بحث فيها
حاول أن تتأمل أنت بنفسك فيها أولا، ثم بعد ذلك تنظر ماذا قال العلماء، لأنك بهذه الطريقة قد تضيف شيئا لم يذكره غيرك. وهذه يا شيخ أيضا من طرق التعلم، حتى عند يعني خاص عند العلماء السابقين، أنه يعني يتأمل في الأمر، يتأمل في الشيء، ثم يرى ماذا قال العلماء، فهنا يكون أثر للعلم على نفس الإنسان أكبر. يعني لما أقرأ الآية وتفسيرها مباشرة ربما أنسى، تقيت بما قال، ربما أنسى المعلومة لأنها لم تختلط برغبة عندي. أما لما أبقى أتأمل أنا في الآيات ثم أبحث وأنا يعني ممتلئ شوق لماذا قال العلماء، هنا يعني تأتي المعلومة على شغف، على رغبة، فتبقى ولا تنسى. وهذه الطريقة كان يوصي بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طلابه ومن يوصيهم من الحريصين على تأمل القرآن، كان ينبههم على هذه الطريقة ويدربهم عليها، بل كان رحمه الله يطبقها في استنباطاته وفي تعامله مع القرآن الكريم. إذا نعود إلى الآيات ونقرأها، لعل الشيخ علي يقرأ لنا الآيات من قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. بارك الله فيك. آيات حقيقة لما تتأملها يعني تتصور هيبة الموقف وروعة الحوار، يعني أعظم حوار يمكن أن
يكون وأن نتخيله بين الله جل وعلا وبين عبده ونبيه موسى عليه السلام. يعني ولذلك كانت الصفة المتميزة في موسى عليه السلام هي أنه كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. فهنا حوار بين الله جل وعلا وبين عبده ورسوله موسى عليه السلام. ابتدأت الآيات ب وهل أتاك حديث موسى، ولعلنا إذا فيه شيخ مشاركات ممكن نتيح الفرصة في مجال النداء الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. أنا بحاول أقرأ التغريدات اللي تتعلق بالآيات بالآيات أو المقطع اللي كنت تتكلم عنه، حتى يعني يكون الإخوة دارين يعني كيف أنا بقرأ. نودي يا موسى النداء الأعظم في التاريخ، إني أنا ربك لإعلان حقيقة الربوبية العظمى، وأنا اخترتك فيا لعظمة الإسلام والتكريم. هذه الأخت نوال أبو شهاب ذكرت هذه التغريدة. يعني فعلا هي تكلمنا سابقا عن ما يسمى بالتخيل، التخيل القرآني. يعني حاول لما تتأمل الآيات أن تتخيل أنك تعيش الموقف وأنك مشاهد لهذا الأمر، كأنك تتابعه مباشرة. فعندئذ تظهر روعة القرآن وروعة التصوير في القرآن الكريم. أول آية طبعا جاءت على طريق الاستفهام التشويقي لهذه القصة. لعل سائلا يسأل يقول ذكرت في أول كلامي بأن هذه السورة سورة يعني كأنها تزيل فهم قد يطرأ، وهي أن هذه التكاليف فيها صعوبة، فيها تعب، فيها شقاء. فقال الله عز وجل في أول السورة طه من الحروف المقطعة، ليست اسما للنبي عليه الصلاة والسلام كما يتصور البعض، طه مثل ألف لام ميم حاميم، هي من الحروف المقطعة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهنا يعني في غاية الأهمية لما تتعامل مع القرآن، اعلم بأن الله لم ينزل هذا القرآن علينا لنشقى، وإنما لنسعد، لنفرح، لنستبشر، لأن التكاليف من الله، والأشياء التي تأتينا في القرآن هي لإسعادنا ليست لإشقائنا. فأحيانا خاصة الدعاء إلى الله، الرسل نبينا عليه الصلاة والسلام كان مهتما لأمر الدعوة والرسالة. فجاءت هذه الآيات وهذه السورة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم وهل أتاك حديث موسى، من أسباب طمأنة الإنسان خاصة الذي ستكلفه أن تبين له الطريق وما فيه حتى يتصور من البداية. لأنك إذا كلفته بشيء ولا يدري ما ملابساته ولا ما يحصل فيه، وقد يقع له أشياء هو غير متوقع لها، فهذا يجعله في نوع من القلق. لكن لما توضح له الطريق من البداية وتقول هذا الطريق الذي ستسلكه ونكلفك به ستقوم به في حياتك كرسول عليه الصلاة والسلام، سلكه أنبياء قبلك وحصل لهم ما حصل وابتلوا وواجهتهم أحداث كثيرة، فهيئ نفسك لهذا. فهذا من أسباب القيام بالأمر بنوع من الطمأنينة، وهذا من السعادة والراحة. بخلاف لو أعطيتك تكليف قلت قم به وأنت ما تدري إيش يحصل ولا ما ملابسات هذا التكليف، فتكون في حيرة، في شقاء. لكن الطريق واضح، الرسالة واضحة، والأنبياء قبلك هذا طريقهم، هذا منهجهم، هذا ما حصل لهم، هذه هي العقبات التي واجهتهم. فلا بد أن يواجهك مثل هذه العقبات، ولا بد أن تمر بما مروا به من الصعاب، فهيأ نفسه لذلك. فكان هذا نوع من أنواع الطمأنينة والإسعاد لهذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه القصة تدور في هذا الفلك والمحور العام للسورة الذي هو إزالة الخوف، ولذلك فيها لا تخافا، إزالة القلق، الإسعاد لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، لعلك ترضى، لا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقصص الأنبياء هي نوع من أنواع التسلية وإدخال السرور وتثبيت الفؤاد، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم جاء الاستفهام التشويقي، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. طبعا هذا بعد ما هيئه الله عز وجل وحصل له مواقف قبل الرسالة، مرت معنا في سورة القصص، وذهب إلى مديان وحصل هناك أن رعى الغنم 10 سنوات وتزوج وصار له الله أعلم أولاد، مع أن الآيات ما أشارت إلى الأولاد، ولم يذكر لموسى في القرآن كله أن له ولد فيما أذكر الآن. يعني لم يذكر، ما أدري تذكرون ولا لا، لكن الله أعلم له أولاد أو ليس له أولاد ما ندري. إذ قال لأهله، طبعا كان معه زوجه التي تزوجها هناك، وقد يكون معه أولاد والله أعلم. أمكثوا، إذ قال لأهله أمكثوا
إني آنست نارا آنست نارا، لأنه كان في طريق، طبعا هذا لما خرج من مدين كأنه يريد الرجوع إلى مصر. في هذا الطريق غربة، وحشة، ليل مظلم، ليس معه إلا أهله، فإذ رأى نارا في هذا الموقف فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أبصرت نارا، شعرت بنار، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هذه الآيات ممكن أخذ منها ونأخذ المشاركات ثم نعلق عليها. هنا الأخ ثامر الخلفاوي يقول: قال لأهلهم كثوا، تركهم حيث أول ما رأى النار إذ رآها، ولم يصطحبهم للمجهول، ويستفيد من هذا خوف الرجل على أهله. نعم، قال لي أن يمكثوا، لأن العاقل ما يأخذ أهله إلى مكان مخيف، هذا من حرصه عليهم. نعم. أيضا هنا يقول ثامر الخلفاوي أيضا: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، تقديم حسن النية وحسن الظن بالله، وهو الآن في وقت غربة، فقال لعلي أجد. البندر الثاقب تقول: ترك موسى أهله ولكنه بين لهم السبب إني أنا سنارة، ثم طمأنهم وأملهم لعلي آتيكم، لأنها تشير إلى أدب من أداب. نعم، الآية معنا بقصة رسالة لكن فيها أداب اجتماعية. نعم. الرجل إذا خرج يقول لأهله لا إني سيخرج أو إني خارج لغرض، يخبرهم بهذا، يعني يشعرهم باهتمامه، يعني أنا خرجت لأجلكم لعلي آتيكم، أنا حريص عليكم. إذن المسألة، وهذا من حسن الأدب والتعامل مع الأهل. أيضا رويدة ظاهر تقول: إذ رأى نارا قد يجعل الله أعظم هداياته محفوفا بأهم احتياجاتك. هو الآن محتاج إلى نار، محتاج إلى هداية طريق أو دنيا، لكن الله جعل فيها هداية الله أكبر. لذلك هو بحث عن النور الحسي فوجد النور المعنوي الذي هو الوحي والرسالة. الله أكبر. طيب، هنا يعني مشاركة جميلة من سمر الرناوط تقول في يعني في هذا الحال قبل أن يكلم موسى ربه، تقول: لم يذكر القرآن كيف هيئ الله موسى لسماع كلامه، فلعلها تدخل في قوله: ولتصنع على عيني، ونحن نحتاج تهيئة لتلقي القرآن. نعم، وفي تهيئة ستأتي. جميل. تهيئة ستأتي في الآيات لتلقي الوحي. نعم. جميل. أيضا رويدة ظافر تقول: قال لأهلهم كثوا، تقول: لا تغامر بأسرتك، اجعل بينها وبين مخاطر الحياة حاجزا من الحذر، فهي أهم ما تملك. الله أكبر. طيب، لعل الإخوة كفونا التعليق على الآية الأولى، والآيات معنا كثيرة. جاء بعدها: فلما أتاها نودي يا موسى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لعل المتأمل يستشعر روعة الموقف وعظمة الموقف. موسى في هذا الموقف وهو غريب وفي وحشة وفي طريق وفي سفر، فلما أتاه نودي فجأة. طبعا من المنادي؟ الملك. لا يعلم، طبعا هو لا يعلم، نودي يا موسى، لكن حتى يزيل الله سبحانه وتعالى الوحشة إني أنا ربك، فلما أتاه نودي يا موسى. إذن الذي ناداه يعرفه. الله. فزال شيء من الوحشة، لأن إذا كان الذي يناديك يعرفك إذن هان الأمر، إذن هذا يعرفني، فيكون هذا نوع من التخفيف وإزالة بعض الوحشة. ثم قال إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا بداية اللقاء المباشر، طبعا هو من وراء حجاب، الله عز وجل يكلمه لكن موسى لم يره. هذا ينبغي أن يعرف. لذلك في أثناء القصة: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. هو موسى لم، لكنه يكلمه من وراء حجاب. قال إني أنا ربك. إذن مما يزيل الوحشة بين المتلاقين أن يعرف كل واحد منهما بنفسه. لما أقابلك في مكان غريب تقول لي يا فلان، فأستغرب، فتقول أنا فلان، فتعرف بنفسك. إذن التعارف يزيل الوحشة. فمن المناسب إذا التقيت بشخص يعرفك لا يعرفك في أي مكان أن كل واحد يعرف بنفسه: أنا فلان، أنا فلان، إني أنا ربك. يأتي هنا سؤال: إني أنا ربك بالإفراد. إني أنا ربك. الغالب أو كثير من المواضع: إنا نحن خلقنا أنزلنا. متى يخبر الله عز وجل عن نفسه بضمير الجمع، ومتى يخبر عن نفسه بضمير الإفراد؟ هذا تساؤل.
إيش تصوركم للإجابة؟ هنا قال إني بالإفراد، أنا ربك. إنا نحن نزلنا الذكر وأنزلنا من السماء ماء، كثير من الآيات يخبر الله عز وجل عن نفسه بضمير الجمع. إيش الضابط؟ أو هل يمكن أن نلتمس حكمة أو تفريقا؟ هنا ربما يا شيخ في هذا الموقف الله سبحانه وتعالى يريد أن يعني يهدئ من روع موسى عليه السلام، ويعني فلم يخاطبه بخطاب الفخامة والعظمة يعني سبحانه وتعالى، إنما خاطبه بخطاب يعني طيب مباشر، هذا الذي أفهمه. نعم. لما تتأمل طبعا طريقة الإجابة عن مثل هذه التساؤلات هو استعراض السياقات، سياقات الآيات والغرض الذي سيقت من أجله الآية، وهذا من أعظم ما يحل الإشكالات. إذا دائما إذا صادفك إشكال أو ورد عندك سؤال فانظر إلى السياق، فالغالب أن سياق الآيات والمقاصد التي سيقت لأجلها الآيات تحل الإشكال. لما تتأمل الآيات ستجد أن التعريف بالذات يأتي بالإفراد، الله هنا يعرف بذاته. جميل. أما إذا كان الإخبار عن الأفعال، عن أفعال الله، فيأتي بالجمع. الله أكبر. فأنت الله سبحانه وتعالى هنا يعرف بذاته وهو واحد جل وعلا، ذاته واحدة ومتفرد جل وعلا، لما يخبر عن أفعاله بضمير الجمع، لأن الفعل يحتاج إلى عدة أشياء، عدة صفات في الله عز وجل حتى يقع هذا الأمر، قد يحتاج إلى غيره حتى يقوم بهذا الأمر ويكلف غيره، ففي الأفعال يحتاج فيها إلى أكثر من شيء فيؤتى بضمير الجمع. وأما في الإخبار عن الذات، لذلك أنت لما تخبر عن نفسك ما تقول نحن فلان تعريفا، لكن لما تخبر بأفعالك ممكن تقول فعلنا، صنعنا، ألقينا هذه الحلقة، لأن فيه إعداد، فيه فكر يشتغل، فيه عمل، لكن لما تكون تعرب نفسك فيأتي بضمير الإفراد. وقال إني أنا ربك، ثم قال ربك، لم يقل إني أنا الله، وستأتي إني أنا الله بعدين. ربك يعني المتفضل عليك، خالقك، رازقك، المنعم، يعني في باب إزالة الوحشة و إظهار المنة، إني أنا ربك. حتى لو يعني تأملنا في كلمة الرب تعني أنه المرشد، المربي، الدال. موسى عليه السلام في هذا المكان يحتاج مرشد ومربي، فناسب في هذا المكان يقول أنا ربك لكي أرشدك، ربيك، نعم، المنعم عليك، نعم، المتفضل عليك، لأن من معاني الربوبية الإحسان، التربية، الخلق، الرزق، تدبير الأمور. جميل. هذه ركائز الربوبية، المدبر للأمور، يعني يدبر أمورك، أنعم عليك. جميل. فلا تخف واطمئن، وبهذا تزول الوحشة ويحصل الاطمئنان الكامل، بل ويحصل الشرف العظيم الذي حصل لموسى بهذا اللقاء. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طيب، نأخذ بعض المشاركات في هذه الآية. البندة الثاقب تقول: عندما ناداه قال له إني أنا ربك، وعندما أوحى إليه قال إنني أنا الله. الله. الأخ ثامر الخلفاوي يقول: إني أنا ربك، خلقتك واصطفيتك وصنعتك على عيني. ثم يقول الله: إنني أنا الله فاعبدني. ثم إن الساعة آتية الغيب، فيذكر فيها تدرج معجز في الكلام ليس كمثله شيء. الله. ف يعني سبحان الله سبحانه وتعالى كيف تدرج، مع موسى عليه السلام. أيضا هنا تشريف فخورة بدينة تقول: تشريف الله نبيه موسى عليه السلام بأنه كريم الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. جميل. طيب، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طبعا هذا الوادي الذي قابله فيه، طبعا وردت في آيات أخرى تفاصيل بجانب الطور الأيمن، نداه في طبعا في طوى، وهل أتاك حديث موسى في سورة النازعات. هل أتاك حديث موسى؟ ربه هل أتاك حديث موسى؟ أيوه، في سورة النازعات. نعم. هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا هذا في سورة النازعات. شاهد أنك تجميع الآيات في المواضع الأخرى، الجبل من جانب إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، هذا اسم الوادي المقدس. نعم. في سورة القصص ذكر الشجرة المباركة، ذكرت يعني تجميع الآيات في المواضع المتفرقة تجمع الأوصاف. جميل. فتعرف المكان. هذا الوادي المقدس اسمه طوى، وكان بجانب الطور الأيمن. لما كان هذا الوادي مقدسا ويكفيه تقديسا أن الله عز وجل نادى فيه موسى وحصل هذا
الخطاب والنداء فيه فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. طبعا بعض المفسرين ذكر عله للامر بخلع عليه، وهي انه كان مصنوعا من جلد حمار او ما شابه ذلك، الله اعلم بصحه هذه الاشياء، لكن الشاهد ان الله عز وجل امره بخلع عليه لعله لم يكن مناسبا ان ياتي بالنعلين في هذا المكان، او لان الوادي مقدس ومطهر فلا يصلح ان يدخل او ان يمشي عليه بالنعلين اللتين قد ياتي فيهما من القاذورات وما شابه ذلك ما لا يتناسب مع تطهير هذا الوادي. فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. هنا مشاركه يعني على هذا الامر من الاخت نوال ابو شهاب، تقول فاخلع عليك استعداد وتهيؤ، ثم يقول فاستمع لما يوحى التنبيه للانصات، هذا التهيؤ لجلال الموقف وعظم التكليف. نعم. وايضا نحن نرى يا شيخ موضوع خلع النعال كانه ايضا احترام وتعظيم للاماكن المقدسه، فالانسان يعني عليه ان يعني يجعل في ذهنه حينما يذهب الى المسجد مثلا ويخلع عليه، ان يخلع عليه ليس لمجرد فقط ان لا يعني يفسد او يعني احترام، مو مساله مثلا نظافه فقط، ما هو احترام اجلال يعني، انما هي مساله اكبر من هذا، المساله اجلال. طبعا وياتي الشرع هو الحاكم في هذه القضيه، تجوز الصلاه في شرعنا في النعال لا اشكال، لكن في الاماكن المقدسه مثل الان في المساجد فيها فرش وفيها مطهره ومنظف المكان، فلا يصلح ان ياتي فيه بما يزيل هذا التطهير او هذه النظافه. فاخلع عليك انك بالوادي وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله عز وجل هذه النعمة الكبرى والمنة العظمى، وأنا اخترتك، إذا الاجتباء اصطفاء، إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وأنا اخترتك لنبوتي، للنبوة، للرسالة، فاستمع لما يوحى. إذا الاختيار له ضريبة. جميل. الاختيار الترشيح للمهام الصعبة يترتب عليه مهام، إذا هي كما أن فيها من التشريف ما فيها، فأيضا تتضمن من التكاليف والأعباء والمسؤوليات ما تحتاج إلى انتباه، فاستمع لما يوحى. وهي أيضا طمأنينة القلب، ذكرت نفس الكلام. تقول كونك خلقت مسلما فهذا اختيار الله لك، وما أعظمه من اختيار، فاستمع للذكر وأنصت له لعلك ترحم، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. لذلك يقولون كلما عظمت مكانة الإنسان كلما زادت مسؤولياته. جميل. فأنت مسلم عليك مسؤوليات، إذا ارتقيت إلى درجة عالم أو لك منصب في العلم والفضل زادت المسؤوليات أكثر، ولذلك يقولون التكاليف مسؤوليات، كما أن فيها من التشريف ما فيها فيترتب عليها من التكاليف ما فيها، ولذلك ينبغي لكل أحد أعطاه الله شيئا من الفضل أو من المكانة أن يستشعر بأن المسؤولية تتضاعف عليه، وأن عليه من المسؤولية أكثر مما على غيره ممن لم يؤت هذه المكانة. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، الاستماع. نعم. وأنه أول مراتب التلقي. نعم. هذه قضية كبرى في التعامل مع القرآن الكريم وفي تلقي الوحي، الاستماع هو الاستماع بقصد. نعم. بقصد. نعم. الامتثال. استماع فرق بين سمع واستمع. جميل. سمع غير قاصد، قد. نعم. تمر فتسمع، لكن استمع بقصد. جميل. مع حرص على الامتثال، فاستمع لما يوحى، لما يوحى إليك، لما يوحيه الله عز وجل إليك، لما أوحيه إليك الوحي هذا الذي هو الوحي بالنبوة والتكاليف والأشياء التي سيكلف بها ويرسل بها إلى فرعون وحتى يقوم برسالته على أكمل وجه. ثم قال الله عز وجل إنني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا قال إنني أنا الله لأن المسألة تكليف وبيان من أنا ومن أنت. إنني أنا الله، الله يعني المعبود، والمعبود يحتاج أن يطاع، المعبود لا بد أن تمتثل أوامره، فأتى بلفظ الألوهية الذي يقتضي إثبات العبادة لله جل وعلا وأنه الرب المعبود. أما ربكم فإثبات الربوبية وأنه الرب الخالق المدبر الرازق جل وعلا الذي يرزق عباده ويدبر أمورهم، وهنا من حقه أن يطيعوه. فلما كان المقام مقام تكليف، مقام أوامر، مقام توجيه، أتى بلفظ الألوهية، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه وتردى. مهم جدا أن نتأمل هذه المضامين، هذه مضامين رسالة موسى
عليه السلام، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، قضية الألوهية، الكلمة التي خلقت لأجلها السماوات والأرض، ولأجلها خلق الناس، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجلها قامت سوق الجنة والنار، وأعظم كلمة قالها النبيون وقالها كل مخلوق لا إله إلا الله، إنني أنا الله لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ هذه مهم دائما أن نذكر بها وأن نراجعها وأن نعرف مدلولها ومضمونها. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله. وهذا الأمر يقتضي ألا يكون لك إلا هدف واحد، وجهة واحدة، وهي الله جل وعلا. أن توحد الله، الله هو المقصود بالعبادة، هو المعبود وحده، هو الذي تلجأ إليه، تتوكل عليه، تفوض أمورك إليه، تنيب إليه جل وعلا. التوحيد، وهذا التوحيد هو الذي يريح الإنسان في حياته، عندما لا يكون له هم إلا أن يرضي الرب الواحد جل وعلا، أن يعبده وحده، وأن يسعى فيما يرضيه عز وجل وحده. لأن رضا الناس والسعي في الاستجابة لمطالب الناس أيا كانت تشتت الإنسان وتجعل الإنسان في حيرة من أمره. فأعظم أسباب السعادة وانشراح الصدر والطمأنينة هو أن يكون لك رب واحد تعبده وتتجه إليه وتلتمس رضاه. وكلما حقق الإنسان هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة سعد في حياته. وشقاؤنا في أن نلتمس رضا الناس وأن نسعى فيما يرضيهم، وهذا نوع من الذل لهم، نسعى في تحقيق مآربهم وما يهوون وما يريدون فتتشتت. لكن لما تجعل همك هو رضا الله عز وجل وحده، تحقيق العبودية لوحده، تطمئن وتسعد في حياتك. فهي أعظم سبب للسعادة هذه الكلمة لا إله إلا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. نعم. طيب نأخذ كده بعض المشاركات. نوال أبو شهاب تقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، التوحيد قوام العقيدة، اجعل كل حركة حياتك وسكناتها لله وحده، فمن ذا الذي يستحق العبودية سواه سبحانه. رابع الإبراهيم تقول يعني تكلم عن الحوار الذي يحصل بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى: أدب المخاطبة يترك في النفس أثرا، لا تجعل حاجة للآخرين مدخلا لنفسك الضعيف. كنا نتكلم عن أدب المخاطبة والخطاب. سمر الأرناؤوط تقول: في مواقف التوحيد يخبر بالإفراد سبحانه، وفي موقف إظهار العظمة وقدرة الله يخبر بالتعظيم، إنا وخلقنا. نعم. اللي هي كما ذكرت أنه لما تكلم عن أفعاله سبحانه جي. وتعالى. طيب نقف هنا ونستعرض الآيات لأن الوقت بدأ يدركنا. نعم. والآيات ما شاء الله مليئة بالعبر والرضاات. مهم جدا دائما في التعامل مع قصص الأنبياء أن نركز على مضامين الرسالات، وخاصة المضامين المتفق عليها بين جميع الأنبياء. فهنا المضمون الأول قضية التوحيد، وهي القضية الكبرى التي جاء لها كل الرسل، ولم يأتي نبي ولا رسول إلا وأكبر هم له وأكبر أمر يريد تقريره وقضية التوحيد لله جل وعلا. ثم قضية الصلاة، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، العبادة أولا، فاعبدني بالمعنى العام للعبادة وأقم الصلاة لذكري. العبادة طبعا بالمعنى العام لها، العبادة لله، عبادة الله التي خلقنا لأجلها، وهي أول فعل جاء في القرآن إياك نعبد، وأول نداء وجه للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي وظيفتنا في الحياة. ولا بد أن نعرف وظيفتنا وما كيف نقوم بها على أكمل وجه. لكن أول شيء في التعامل مع هذه الوظيفة هو ما هي، ما حقيقتها، ما مدلولها. فهي العبادة، التذلل لله والخضوع له بفعل أوامره واجتناب نواهيه، محبة له وتعظيمه، هذا باعتبار العبادة نفسها كفعل. أما باعتبار العبادات فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. إذا الحياة كلها عبادة، ما هو فقط العبادة مجرد ذكر، صيام، صلاة، حج، هذه شعائر عبادات كبرى، لكن العبادة اسم عام. حتى من اللطائف، حتى الصلاة نفسها، أن تصلي، حتى تعرف ساعة العبادة أن تصلي. هل العبادة هي الصلاة فقط؟ طيب ما لوازم الصلاة؟ ما مقتضيات الصلاة؟ من شروط الصلاة ستر العورة، أليس كذلك؟ يعني حتى تحقق هذا الشرط تحتاج إلى لبس. جميل. ولا لا تستر به عورتك. طيب هذا اللبس من أين يأتي؟ من بائع يبيعه. جميل. وصانع يصنعه. إذن الذي يصنع اللباس وينسج هذا اللباس ويبيعه ويقدمه ويستشعر بأنه بهذه العمليات التي يقوم بها مع أنه يكسب مال ويصنع ليكسب، لكنه عندما يستشعر معنى شمول العبودية وأنني هذا اللباس الذي أصنعه سيستفيد منه مسلم يستر به عورته، وستستر به امرأة نفسها،
إذن هو في عبادة، إذن الحياة كلها عبادة، لكن متى؟ يحتاج إلى نية. نعم خلاص. وإلى توسيع لدائرة فائدة عملك. فرق كبير بين عمل المؤمن وعمل الكافر. المؤمن يعمل ليكفي نفسه وينفع غيره، والكافر يشتغل ليرزق نفسه فقط ويهتم بنفسه، لأن ما له حظ في الآخرة. بينما أنا حتى الغريب مثلا سائق التاكسي، إذا كان يعمل لنفسه ممكن يخرج ويذهب بعض المشاوير حتى يحصل على المال الذي يكفيه هو ويقف، لكنه قد ينقذ مريضا يذهب به إلى المستشفى، قد يعين محتاجا، قد يأخذ من المال أكثر مما يحتاج لأجل أن يعطي أولاده وأن يتصدق. إذن دائرة العبادة دائرة واسعة جدا، وهذا ما يجعل أهل الإسلام إيش يعمرون الأرض ويسعون في نفس في نفع الخلق. ما هو فقط العبادة أن تتجه فقط إلى مصلى، أو يجلس رجل يقرأ في القرآن ويقول أنا في عبادة، والذي يشتغل لا ليس في عبادة، لا كلهم في عبادة، لكن أهم شيء إخلاص النية والسعي إلى هذا الأمر. يعني كل عمل يشترك فيه أناس كثر، فإذا حسنت النوايا وصدقت فإن الجميع في عبادة. فاعبدني بالمعنى العام للعبادة، ثم خص نوعا منها وهو وأقم الصلاة لذكري، لأن هذه الصلاة هي التي تقيم حياتك وتصلح حياتك وتسعد حياتك، لأنها لأجل أن تذكر الله وأن تتصل بربك الذي خلقك وصنعك وأنعم عليك. يضرب أحد المتأملين لهذا مثل، يقول الصلاة أنت مخلوق لله، فالله خص هذه الصلاة لأنها تحافظ عليك على أكمل ما تكون لتقوم بالمهمة. مثل الآلة لما تصنع، تخيل أن آلة صنعت لغرض، وتعرض هذه الآلة على مهندسها وصانعها كل يوم 5 مرات، ينظر فيها هل أصابها خلل، حصل لها شيء، هل ستخرب، هل ستتعطل. هو صاحبها، هو الذي خلقها، هو الذي معنى. أنا أول مرة أتأمل بصراحة فعلا. أنت لما تصلي تعرض نفسك على ربك 5 مرات، أخطأت، شابتك شوائب، حصل لبس في مفاهيمك في مقاصدك في الحياة. الصلاة هذه لمن أداها بحق تحافظ على العبد ليؤدي مهمته الكبرى، وهي الصلاة، العبادة لله جل وعلا، تحقيق العبودية وتحقيق التوحيد لله عز وجل. فكلما كان الإنسان متصلا بالله في هذه الصلاة صلح أمره واستقام وسعد. ونعود إلى السعادة التي نتكلم عنها في ضوء سورة. نأخذ من هذه الشيخ نموذج للمربي وللمعلم. الله سبحانه وتعالى عندما أنا أوحى لموسى قال علمه أولا العقيدة، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ثم بعد ذلك علمه الشرائع، فاعبدني جميع العبادات من صدقات وصيام وصلاة، ثم ذكر أفضل هذه العبادات خاصها وهي الصلاة. يسمون عبد الخاص على العام لأهميته، لأن هذا الأمر مهم، هذا الأمر في غاية الأهمية لك، حتى تقوم بالشرائع تحتاج إلى هذا، إلى هذه الصلاة. والمقصد من هذه الصلاة هو الذكر لله سبحانه وتعالى، مقاصد العبادات، وهذا أمر في غاية الأهمية. ليش شرعت الصلاة؟ لأجل أن تتعب وتذهب وتأتي؟ لا، لذكري، يعني لأجل أن تذكرني فيها. ولذلك من أعظم مقاصد الصلاة ذكر الله فيها. لما ذكر في سورة العنكبوت مقصدين للصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإيش بعدها؟ ولذكر الله أكبر. يعني أن الصلاة فيها نهي عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر لله، ذكر الله فيها أكبر وأعظم، فهو أعظم مقاصد الصلاة. ولذلك الذي لا يذكر الله في الصلاة ولا يستشعر هذا المعنى كأنه ما صلى. في صلاة الخوف حصل نقص، كيف نجبره؟ إيش مقصود الصلاة؟ الذكر. فلما حصل نقص بسبب الحال قال فإذا قضيت الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. عوضوا النقص بالذكر، لأن الصلاة أصلا جاءت لذكر الله. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة على أكمل وجه، تذكرون الله عز وجل فيه. جميل. موضوع التوحيد هنا الأخت سارة تقول تحقيق التوحيد الخالص يعني الأمان، السعادة، الإرشاد، النور، الطهارة. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم كما وصى بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم الآيات تمضي والوقت بدأ يضيق علينا. بعدها قال إن الساعة آتية. إذن المضامين: التوحيد، العبادة بالمعنى الشامل، الصلاة. والصلاة طبعا شريعة متفق عليها بين جميع الرسالات، عبادة جليلة. ثم إن الساعة قضية اليوم الآخر. الساعة، إن الساعة آتية لا ريب فيها.
إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني أنه لا يعلم وقتها إلا. طبعا الساعة يمكن أن يقال أنها ساعة تتعلق بكل شخص، وقت مجيء انتهاء وقت أجله، هذه لا يعلمها إلا الله أيضا. والساعة الكبرى التي تنتهي فيها الحياة وتقوم فيها الساعة، هذه أيضا لا يعلمها إلا الله. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها. التحذير من الصادين عن الطاعة وعن العبادة، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم انتقل الخطاب إلى وما تلك بيمينك يا موسى. سؤال يعني، وما تلك بيمينك يا موسى، الله سبحانه وتعالى يعلم، لكن هو أحيانا الحوار يقتضي أن تطرح سؤال حتى لو كنت تعرف الإجابة. قال هي عصاي. طبعا السؤال يحتمل ما هي وما فائدتها، فذكر موسى من باب الأدب ما هي، هي عصاي أتوكأ عليها لنفسي وأهش بها على الغنم مصلحة الغنم، يعني يضرب بها الشجر ليتساقط الأكل للغنم، مو الهش يعني أن يضرب بها الغنم، لا، وأهش بها على غنمي يعني أضرب بها الشجر ليسقط ما تحتاج إليه من ورق لتأكل الغنم، ولي فيها مآرب أخرى، مقاصد أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال لا خذها ولا تخف، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا المشهد هو لبيان معجزات موسى، آيات موسى. فقال وما تلك به، قال فألقها، ألقاها فإذا هي حية تسعى، ألقاها فإذا هي حية تسعى. وبعد ذلك أعطاه الآية الثانية. قد يقول قائل لماذا لم يرسله إلى فرعون ويقول إذا ذهبت إلى فرعون فألقي عصاك، وإنما قال ألقها الآن فإذا هي حية تسعى. واضح السؤال؟ نعم. السؤال لكي يذهب إلى فرعون وهو قد تدرب. نعم قد تدرب تهيأ. نعم. لذلك في هذا أصل في التدرب، في التهيؤ للمهام العظمى، لا تذهب فتحرج نفسك أمام عدوك. نعم. لأنه قد يهرب أمام فرعون. جميل. ويخاف أمام فرعون فيضعف. والآية طبعا مليئة بالفوائد والدروس، لعلنا نقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر، لأن لعل مع في حلقة القدر إن شاء الله تكمل هذه الآيات. ختاما، انتهى الوقت والآيات لم تنتهي، ولم تنتهي الفوائد والدروس التي فيها كالعادة، لأن القرآن لا تنتهي عجائبه، ولا يمكن أن نأتي على كل ما فيه، وإنما هو تدارس واستخراج بعض الهدايات. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، ونشكر لكم حسن المتابعة، ونشكر للإخوة الذين شاركوا معنا مشاركاتهم. ختاما أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وتدارسنا له، وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتنا. نلقاكم بإذن الله على خير في حلقة جديدة، وأنتم بإذن الله في خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر ووقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر ووقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.